حلو، ما دام انحسم اللقب اليوم نسولف براحتنا، ماكو خطوط حمراء. لا لا خذ راحتك. ليش ما شاركتوا بالاسيويه؟ تقول عناصرنا جيده، اختياراتنا صحيحه، الاساسيين والبدلاء بنفس المستوى. والله سؤال حلو، ويعني انا احب اوضحه للمشاهدين. زين، اول شيء احنا ما توجهت لنا دعوه من الاتحاد الاسيوي لنادي الشرطه. طيب، توجهت لنادي النجف والقوه الجويه والزهره. نادي النجف انسحب، بعد ما انسحب نادي النجف طلع موضوع بانه نادي الشرطه بديل. لا هو اصلا ماكو هذا الشيء. لا والله، والله ما وصل اي كتاب لنادي الشرطه، يعني حسب علمي من الاداره ما وصل اي كتاب لنادي الشرطه بانه تجي تمثل مكان نادي النجف. انت تتحدث عن سياقات رسميه. اي بس انا اريد اخذ الجواب من غير مكان، لو واصل لك كتاب رسمي تشارك؟ طبعا تروح للاسيوي. بعد ليش ما نروح؟ هواي من اطراف خاصه بيكم او ناس قاعده تقبالي من اعضاء الاداره حسب ما اذكر، قال لا ما نروح، احنا عناصرنا السنه للدوري وريد هذا هدفنا نحقق الدوري، ما نروح. اي بس احنا يعني ماخذين القرار قبل ان يجيكم الكتاب. بس من شافوا الفريق وعرفوا امكانيه اللاعبين، بعدها قالوا يعني كلش طبيعي اذا يجينا اي كتاب رسمي كانت بها، هي تاخرت موضوع نادي النجف، اي كتاب رسمي كان هو ملحق نادي النجف، يعني نقدر نلعب الملحق وطبيعي. شنو رايك بقرار الاتحاد الاسيوي انه بطل هذا الدوري اللي هو الشرطه سيلعب مع بطل الدوري الموسم المقبل لتحديد من سيلعب بالاسيويه؟ يعني هذا قرار شويه صعب، يعني مجحف، يعني بحق الشرطه وبحق البطل السنه القادمه لين استاذ علي. احنا دورينا صعب، احنا دورينا مزعج، دورينا طويل، يعني ما يجي بسهوله باربع اشهر ينتهي الدوري وان شاء الله راح نكمل. لا احنا جاي كل دوري نلعب بيه 10 اشهر 9 اشهر، فمن انا اصير بطل ما صرت بطل بسهوله، جيتها بمعاناه وتعب وبرد ومصاريف وذهاب واياب، يعني تجي العب انا لعبه واحده واطلع من يعني شويه لازم يقولها غير حل. اسالك عن المحترفين، جددتوا للنيجيري عبد المجيد ابو بكر الموسم المقبل؟ والله حاليا ما عندي علم بموضوع عبد المجيد، يعني ما لا عبد المجيد ولا فهد، ولا فهد يوسف. ما عندك معلومات عليهم؟ لا ما عندي، يعني جددوا او لا ما عندي معلومه، بس اللي اعرفه بس محمود جدد. حسب رغبتكم انتم، تقول احنا اللي نختار اللاعبين. احنا اللي نختار اللاعبين، طبعا اول اثنين نجدد اياهم. عبد المجيد وفهد. عبد المجيد. يعني تبقون على نفس المحترفين ما تغيرون. من افضل ثلاث محترفين جوي لعبوا بنادي الشرطه المواس وفهد وعبد المجيد. زين، نتحدث عن صياغه الانجاز هذا الموسم والاختيارات الزينه وتحقيق لقب الدوري قبل فتره مريحه. ما تحس بنفسكم ان الشرطه بلا ملعب كابتن يوميا مكان تتمرنون؟ والله استاذ علي انت تحكي والاعلام كله يحكي واحنا نحكي بالنادي وحتى الجمهور اللي بالشارع يشوفنا يسالنا هذا السؤال واحنا يراودنا هذا السؤال، بس نتمنى يعني المن احنا نسال هذا السؤال، يا اما للشركه السويديه اللي ما صارت الشركه السويديه زين، يا اما لوزاره الداخليه. نتمنى، اريد اعرف انا هسه واحد من ضمن اداره نادي الشرطه، كادر تدريبي، لاعبي نادي الشرطه، اتمنى من صاحب القرار اللي يصدر من عنده يقول يا باني هذا الملعب كذا وكذا وكذا، يصير لو ما يصير، يا اما يصير فتوكلوا بالله، يا اما ما يصير النادي يقول لهم يا عندنا الحمد لله وشكر امكانيه موجوده نشتري لنا قاعه ونبني لنا ملعب. يعني انا استذكر معضله حكيتها يمكن اذا سمعت، يعني باصابه دورتموند بدلوا ارضيه ملعبهم ب 40,000 دولار باصابه وليد سالم نتيجه الارضيه السيئه، ممكن كل لاعبكم معرضين للاصابه كابتن؟ طبعا وليد سالم زيرو، على عبد الزهره، محمد قاسم، صحيح. كل لاعب ولاعبين استاذ علي شوف انا من جايب لاعب بقيمه على عبد الزهره، بقيمه وليد، بقيمه محمد قاسم، بقيمه احمد زيرو، ولاعبين مؤثرين واساسيين، كل واحد سعره يمكن اربعتهم يصيرون مليار يجوز. ها زين، انا على مود والله يعني هاي المليار اسوي بها ملعب زين، لو انا يعني عندي موضوع مهم الملعب هو يعني افتهم من الوزاره، لا الوزاره تقبل تتدخل بالموضوع وابو الشركه يقول ممنوع واحد يطب للملعب. شلون وضع وليد سالم؟ متواصلين وياه؟ اي طبعا اكيد. ايش قد موقع، سنه لو سنتين مع الشرطه؟ لا وليد موقع سنتين. ها يعني الموسم الاخ باقي مع الشرطه. إيه. زين، كابتن هم وضع سقف زمني لحسين عبد الواحد انه بعد هذه السنه راح اصير مدرب اول، ما مفكر بالموضوع؟
لا طبعا هذا طموحي يعني. ليش ما نفكر بالموضوع؟ نفكر ومركز اصلا بالموضوع ومنتظر ان شاء الله الفرصه اللي هو يعني اكتمل استفاد من الامور. اكو سقف زمني يعني مثلا كم سنه؟ لا 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 ما عندي اي سقف زمني بهالموضوع. شو وقت ما تجي الفرصه واشوف انا اقدر يعني اعرف قيمتي بهذا الفريق انا يعني ما انتظر. ممتاز. اسئله سريعه مع الكابتن حسين عبد الواحد. تعرف قضيه الاسئله السريعه لازم تجاوبني بسرعه.